ما جيت؟ اوعى تعمل لي فيها هلا المكتئب والزعلان، تقعد تقضي لي اياها صفنو انكسارها. اللي صار معه سالي ديما ما كنت تخيل في يوم من الايام ولدي تكلم معي بالطريقه دي. تكلم معي كان ضعيف، يبيع ويشتري فيني وانا عايش ويتكلم في حصته. انا كسرني كلامه يا ديم. هلا مو وقته لهذا الانكسار ولا هالمشاعر اللي مشلفه هي. ماجد صحصح معي الله يرضى عليك. نحنا لازم نعرف منصور من وين جاب المصاري. وعلى فكره ابنك اجى لعندي وعرض علي انه يشتري حصتي بالفيلا. يعني لو ما كان مالي ايده من القصه ما كان حكى وكلامه ماله من فراغ. بقى من وين جابون للمصاري؟ ماجد المسألة ما يبيلها سؤال ولا استفسار. ولدك جاب الفلوس من عند أمه. أيوة قولوا إنه هيك بقى القصة. ست ليلى قاعدة عم تدير القصة من بعيد. لا قالوا نحن اللي فكرناها عقلته سكتت. حلو ماجد، يعني الموضوع هذا لازم نحل بحكمة وعقل، وكلام منصور مجرد طي الشباب مو أكثر. لا يما، مو بطي الشباب، أنت اللي قويتي موقفه وأنت اللي حرضتيه. كان يتكلم معي بكل وقاحة، شايفني قدامه ضعيف منكسر، يتعامل معي كأني ميت كأني ماني موجود. أي صدق هو شايفك ضعيف ومنكسر، بس ما هو بسبت يا حبيبي. أجل بسبت من؟ سبب صلحك مع البهيتاني. عفوا يما، كل هذا صاير معك وأنا ما عندي خبر. على الأقل كان علمتني بسالفة مرضك. أنت اللي طلعت وفجأة اختفيت ولا حتى سألت، وعلى أساس إنك بتروح أسبوعين وبترجع، ورحت وما رجعت. حقك علي يما، بس أنا جتني فرصة ممتازة في الشغل اللي ما عمركم آمنتوا فيه ولا اقتنعتوا فيه. أساسا لو قلت لك ما راح تسمحي لي أروح، بس أنا توقعت إنك راح تشكين في الموضوع يوم قلت لك لا تقولي لأحد من إخواني. والله لو كان عندي إحساس 1% إنك تبي تروح وتشتغل كان ما سمحت لك وربطتك وقفلت عليك غرفتك بعد. تمنين يا أم طلال. وش عقبه؟ خلاص فات الفوت يا وليدي. طيب علميني وش خططك الحين؟ أبد ولا شيء، جاية أدلع نفسي كم يوم وراجع للرياض إن شاء الله. وليش ترجعين للرياض؟ بالعكس خليهم يحسون بغيابك. نبي نسوي أنا وأنت هنا مشروع ونطلع ذهب.